هذا الفكر المنحرف الذي ابتدأ ينتشر في المملكة، ابتدأ ينتشر في المدارس، ابتدأ ينتشر في المساجد، ابتدأ ينتشر في كل مكان، حتى الآن عندنا يعني في فضائيات تدعو إلى هذا الفكر المتجدد التكفيري. عندك معسكرات، عندك مخيمات. أنا أعطيك مثال بسيط جدا يعني عجيب، يعني المستشفيات في السعودية في السعودية، يعني المستشفى المفروض فيه أنه يعالج المرضى، يعني هذه مهمته الرئيسية. نعم. يعني لماذا يقام في المستشفى أكثر من محاضرة أسبوعية تسمى بمحاضرة توعوية؟ يعني من يريدون أن يوعون في هذا المستشفى؟ هل هو المريض يعني يريدون أن يحضر هذه المحاضرة ويستمع إلى هذا المحاضر، أم يريدون أن يجمعوا الأطباء ويجمعوا الممرضين ويتركون عملهم ليستمعوا إلى واحد يحاضر عليهم؟ ثم ما هي المحاضرة، ما هي نوعها، ومن هذا اللي يحاضر، ومن هذا اللي يوجه، ومن هذا الذي يدعو؟ يعني تجد للأسف الشديد الآن انتشروا في مساجدنا، انتشروا في مدارسنا شباب صغار من 15 سنة إلى 20 سنة، إلى كل هؤلاء يعني يحاضرون وكأنهم علماء، وكأنهم كبار العلماء. في بعض الأحيان هؤلاء الشباب الصغار الذين يوجهون، الذين يدعون، الذين يسمون أنفسهم دعاة، يسيئون حتى لكبار علماء المملكة ويهاجمونه. نحن تعلمناه في مدارسنا، ما تعلمناه في مدارسنا الآن يختلف تماما عما يتعلمه أبنائنا وأحفادنا في المدارس. المنهج ربما لم يتغير كثيرا. دراسة هذه الظاهرة التي انتشرت في المدارس وفي الجامعات وفي المعاهد وفي الكليات، أن المدرس أو الأستاذ لا يدرس فقط المنهج المعلن الذي هو مكتوب ومقر ومعتمد من قبل الوزارة ومن قبل الدولة، إذن هل وإنما له أفكار يمررها عن طريق وجوده مع هؤلاء الطلبة في فصل واحد مغلق عليهم الباب، أو وجوده معهم في المعسكرات وفي المخيمات وفي الأنشطة التي تسمى أنشطة لا صفية. هناك أناس في أجهزتنا الحكومية من يمررون هذه الأفكار ومن يعاونون ويساعدون على انتشارها وإفشائها. يعني أنا أقول لك مثلا في شريط يتداول الآن في المملكة، شريط تسجيل فيديو نعم مصور لأحد الأطفال عمره أعتقد حوالي 10 سنوات أو أقل من 10 سنوات، بيسأل من مثلك الأعلى فيقول أسامة بن لادن، يسأل عن جنسيته عن هويته يقول الإسلام، يسأل عن وطنه يقول العالم، سألوه عن الرياض متى دعنينك الرياض عاصمة، قال يعني إيش الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية؟ لا يعلم أن الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ولا يدري أن هناك عاصمة وهناك بلد اسمها السعودية. يعني في تغييب للمواطنة. بالضبط. فإذا كان هذا الطفل يفكر بهذا التفكير في دار أيتام، وهذا الدار تشرف عليه إدارة حكومية،